السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا أخوان الكرام؟ مرحبا بكم بقناة سمارتك. مشاهدينا الكرام، قدامكم متابعة اتش بي سمارتنج 515. اليوم أنا أشرح لك التريكة كيف تزبطها اللاسلكية مباشر بالتابعة هذه، كيف تعمل إعدادات. هذه تابعة فيه لاسلكية اثنين نوعية، في تقدر تستخدمها مع الجوال مباشر، وتقدر تستخدمها مع الراوتر. شوف، لو انا بحث في الجوال الشبكات اللاسلكية ما اطلع، جهاز تابعه مش طالع باللاسلكية اعدادات. اليوم انا اشرح طريقة كيف تعمل تمكين اللاسلكية. خلي مشاهد الفيديو كامل وتشوف الخطوات. ايوه يا اخوان، لو تشوف الشاشة في التابعة، في هنا علامة صغيرة حق الواي فاي دايركت، يعني اتصال مباشر مش موجود. اوكي، لازم يكون هنا موجود علامة لاسلكية اسمه مباشر. كيف تسوي تمكين؟ شوف الزر هذه اللاسلكية، وفي زر حق الورق، كله ترين زر هنا، اضغط مع بعض 3 ثانية عشان اظهرها علامة لاسلكية. تضغط زر 2 كله مع بعض 3 ثانية. اوكي، 1 2 3. اوكي، شوف هذه طالعة الحين، شفت علامة صغيرة طالعة. هذه علامة معنى اللاسلكية مباشر شغال بالتابعة، اسمها بالانجليزي واي فاي دايركت. تمام، لو انا الحين ابحث في الجوالي، شوف طالع الشبكة هذه دايركت، هذا اللي هو واي فاي دايركت. يعني هنا جبت الشبكة هذه اسمها واي فاي دايركت، اوكي، بدون اي راوتر او اي انترنت، بدون اي شيء. يعني هنا استخدم الطباعة لطول. بس في رمز، هو كم الرمز؟ كيف تطلع الرمز؟ الشبكة تضغط الزر اي، هذا الاي يعني انفورميشن، هو تبع الورقة قدامك، معلومات اللاسلكية. زين، خليها تبع الورقة هذه عشان انا اوريك وين المكتوب الرقم السري واسم الشبكة، لانه اللاسلكية مباشر في مقفل مع الرمز. وبعد ما اتبع الورقة هذه بشوف كم الرمز، وخليني احنا ندخل الرمز وانا اشرح كيف تطبعها من جوالك. اي جوال، جوال سامسونج او جوال ايفون، تتبعها على طول بدون ما اعمل اعدادات مع راوتر او اي شيء. عندك انترنت في البيت، اتصال مباشر يشتغل على طول، بس لازم يكون انت مشبوك مع الشبكة اللاسلكية، جوالك مشبوك مع الطابعة مباشر. زين، خليه تبع الورقة الحين. اللمبة حق الكهرباء الشر عشان هو جاري الطباعة. شوف هذه يا اخوان الورقة حق معلومات حق اللاسلكية. اوكي، برنت وايرلس انفورميشن بيج. اوكي، هنا اشوف اسم الشبكة اللي فوق، وهذا تحت الرقم سري 3 4 وكذا. اوكي، هذا نفس الرقم هذي هنا ندخل بالجوال. اوكي، بس خليني اجيب جوالي. نروح الاعدادات بالايفون، واحدد اسم الشبكة دايركت، هذي دايركت كذا يطلع اسم، ودخل الرمز اللي مكتوب سيم سيم بالورقة 4 4 4. هذه دخل الرمز، خلي دخل الرمز، وبعد ما دخل كليك اضغط جوين يعني اتصال، وانتظر لين يجي متصل. شوف طلعت متصل، هذه الحين مشبوك مع الطابعة مباشر. اوكي، بعد كده بدون ما تروح اي تطبيق او اي شيء، تروح على طول مباشر بالصور او بالمستندات، اي صورة اللي موجود بالواتساب ولا بالماسنجر ولا بالفوتوز، معرض الصور، تفتح اي صورة. انا تفتح معي الصورة هذه. اوكي، تضغط العلامة اللي لي باللغة العربية بيجي على اليمين. اوكي، وتضغط عليه، وبعد كده تطلع شاشة زي كده، تسحب الفوق من تحت تلقاها الطباعة بالعربية، تلقاها الطباعة بالانجليزي برينت، سوي طباعة. هناك فوق مكتوب برينتر، لو هناك موجود ما في طابعة تضغط عليه عشان تجيب الطابعة. هنا حددت طابعتك، وبعدين في اعدادات تحت تانية، كم النسخة والاسود وابيض وكذا. وفي على اليمين فوق موجود برنت بالعربي، مكتوب عليه ايصال طباعة، تضغط على الطباعة. عندي جوالي انجليزي عشان كذا بيجي يمين على اليمين يجي برنت، عندك بالعربي يجيك على ايصال طباعة، تضغط على الطباعة وهو طبع معك على طول بدون اي تطبيق او اي حاجات اخرى. سهل جدا طريقة استخدام لو انت جالس في البيت وتطبعها عن طريق جوالك، وريح نفسك يا اخوان. انا تيت عمر، شوف لمبه حق الكهرباء اللي زر تشغيل الشر، معناه هو اخذ الامر، بس يستجيب الامر بتاخر شويه، لانه ممكن يستخدم هنا اول مره،
ترى ما تأخر كل مرات زي كذا. أوكي لحظة شوية، وهو تبع هي الورقة اللي أنا أعطيت أمر، حتى لو أنا أعطيت الأمر تبعها حق الصورة، صورة ترى ياخد وقت. لو تتبع الملف PDF بسرعة أتبعها، بس الصورة أي صورة شخصية أو أي صورة من المعرض تعطي أمر تأخر شوية بالطباعة. شوف هذا هو الطباعة الحين. انا اوريك مره ثانيه الاثنين، زر حق زر الورق وزر العسلكية، الاثنين مع بعض عشان اعمل تمكين اتصال مباشر واي فاي دايركت. زين اوكي، هذا اللي تبعت انا اعطيت امر من التبعه. اوكي، ولو عندكم في سؤال شي ثاني بالخصوص التابعة هذه اتصل لي بالكومنت، انا اعطي جواب ان شاء الله. وشكرا لمشاهدتنا، وبالتوفيق، مع السلامة.